أي أم تتبسط يوم ما تجيب طفل؟ دي جابت تلاتة، ومن حبها المطبخة كانت دايماً واخداهم معاها، وهم مغرمين بأكلها. أخدت بالها إن كل واحد بيحب حاجة معينة، فكبرت حبهم ده في الدقة. الجودة والطعم، ولما كانوا بيغلطوا كانت بتتأكد إنهم ما يغلطوش تاني. ومع الوقت كبروا وفهموا فن الطبخ، ومفيش طبخة ما عملوهاش، ومن حبهم فيه وصلوا للعالمية. 3 شيفز، شطارة الشيف من نفس الأم.